السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، رجعنا لكم بفيديو جديد مع راكس إبراهيم. كده نسمع تقرير اليوم عن حدث كله التمبارات، رجعنا لكم معكم. السلام الله عليكم جميعا. الخميس 15/6/2023. الناس ما تنسى المشاركة واللايك قبل ما تحضر الفيديو. المشاركة واللايك عشان شنو؟ نحمي الصفحة. طيب، طبعا اليوم لك الآتي. الملاحظ انه اليوم يعني ما في اشتباكات كثيرة، لكن في اشتباكات في مناطق محددة، اتحصلت في مناطق محددة. عندك الجيلة دي، قبل اليوم قلنا للجن دي انه الجيلة دي دخلتوا فيها الله يمرقكم منها، فرحوا وصوروا فيديوهات ويحتفلوا وقالوا ما حنمرق منها. هسه الان دارين يمرقوا منها، ما لاقيين طريقة. قديش حاضنوا محاضنة عديدة كده في الجيلة، يعني القوة في الجيلة دي قبلها انتهت. عندك قالوا المهندسين، حاولوا المهندسين يندقوا، جالوا خلوا 7 عربات تلبوا منها عديد كده، جالوا دخلوا الاحياء. المهندسين ده عصية عليكم يا جنجة، كلمناكم. اليرموك كذلك حاول يمرق من اليرموك، ما قدروا. بعيد المصيبة لموه في اليرموك وقعدوا في الهناجر وقعدوا في الصالة بتاعت التدريب وعرضوا المدافع بتاعت التعليم، قال لك احنا استلمنا اليرموك. قال يا عمر يا اخوانا الجيش السوداني ده كله بيتسلح بس من الحتة اللي واقفين فيها جنجة، اتحداهم يصوروا لي من الخطوط بتاعت الانتاج. تحدي عديل، ما بقدر. فكت منهم، ما عندهم حاجة. جبرة 3 عمليات نوعية نفذتها القوات مكافحة الإرهاب تبع الجزائر من المخابرات، العمل الخاص تبع هيئة الاستخبارات، زايد أبو طيرة. دي خلطة عملها للشغل النوعي ده، والشغل النوعي ده في الأيام الجاية هيكون بكثافة، بل زي بل أصلا نظام مالي. أي وكر حددوك أو تستسلم أو يديم جرمك. ناس أبو ساطور ولا شاوس المعاون. وننصح المواطنين ما تصوروا لأنه نفذ 3 عمليات في جبرة، في وكرة استسلم وفي وكرين ديل قاوموا، جرموا جزء منه والجزء الثاني خد سلاحه. أصلا قصدك أنت منتهي. تهاجموا لو كان فيها قناصين وكده، الرازين هم اللي بتجيب بلاغات بها يعني. فالناس ما تقلق من مسألة إنه الجنجي ديل لسه قاعدين بيمرقوا، كده كده ما عندهم حاجة، كده كده انتهوا. جايبين ابو شرطان. ابو شرطان قبل اليوم انا نزلت في صفحه قلت الزول ده عنده علاقه مشبوهه بالجنجه وكان بيمولوا، وافتعل الصراع القابل بتاع النير الازرق الليلة ظاهر، وبوصل في رساله وهميه قال ابناء الهامش، قال لهم قال امرقوا البسوا لكم قماش وابقوا مارقين. كلامك ده ابو شرطان بيقولوا للجنجه، الجنجه هم اللي بيملصوا، حتى سراويلهم قاعدين يملصوها يقوموا جاري، مع ان العسكري بتاع الجيش بيملص كاكيو، عسكرينا بيموت بكاكيو ده. حاولت تعمل لكم تمثيليه جنجه وما نجحت. جنجه ديل في اي زقاق بملوا صبوبكم مارقين. فما عندكم حاجه. مهما تحاولوا توهموا الناس وتضللوا الناس، الناس واعيين. حتى ابن الهامش اللي انتم بتقولوا عليهم ابن الهامش ديل عارفين مصلحتهم وين. عشان هو قاعد يتلفت كده بلقى وراه جعلي، يتلفت كده بلقى وراه مثلا بديري، يتلفت كده بلقى وراه حمري، يتلفت كده بلقى وراه جموعي، يتلفت كده بلقى وراه مثلا مسيح. عارف كل السودان ده معاه. انت لما تيجي تورم اخا ما عارف ابن هامش وابناء الامتيازات وما عارف دوله 6 و5، بيعرف انك انت زول عبيط وزول ملقنينك انك وزول ما بتفهم ساي. مش السودان ده فيه كل القبائل السودانيه، مع ثلاثه قبيله وكمان قبائل ما سودانيه اللي بتدفع لكم الان وعاملين فيها دارين تضلوا نازل. ما عندكم حاجه نازل، والله العظيم ما عندهم اي حاجه. والجيش قلنا لكم ما بيهتم بالمعركه دي اعلاميا، والتقدم بتاع الجيش ده حير المجتمع الدولي وحير الجنجة. الجيش ده لو كان بيتم بالمعركة دي إعلاميا زي طيبة دي كان جاب لك المخازن بتاعت الذخيرة. ناس بقولوا طيبة ديل أها التشوين الجوة طيبة ذاته الجيش استلموا. استلموا الجيش ما شغل بالمعركة دي إعلاميا يا زول، توجيهات قاعدين ما تصور يا زول، شغل كتامي كده يغن بس كده بس. أنا عاجبه التصوير خلوا الجنجة، مش الجنجة شابين لنا اعلام مثلا دي الفلول وما فلول. كمان الشغل الشغالين الجنجة ده ده شغل الكيزان ذاته. هسه المعركة ده لو قايدينها كيزان والله يا جنجة ما تقعدوا في السودان ده 6 ساعات اقسم بالله. انتوا منكم على الكيزان زي منو في الاعلام ودواس كده بدأوا سوق، وهم الكيزان لسه معاكم. احنا لسه شايفين كل قيادة الجنجة ده كيزان، شايفين كل الاعلام كيزان، شايفين حتى مقاتلينكم كيزان. اتحداك تجيب لي واحد كيزان قاعد يقاتل مع الجيش، ما في يا زول. بطلوا الطلس،
حكايه كيزان وما كيزان دي اكل على الدار وشرب. شايف هذا تقلب في لسانكم. بنزل بلي ازول الليله بصح في عربات طلعت سبع عربات الليله طلعت وامس ماركت 18 عربيه. نتمنى ان الجيش يلتفت للموضوع ده لانه نازل شايلين عفش بتاع ناس وشايلين اسلحه خفيفه بيمشوا هناك بنضموا للجماعه اللي هناك دي برضه بغلغلوا اهلنا في دارفور. نظرا انه ربنا يرفع البلاء من ناس دارفور. والله العظيم معاناه، اقسم بالله العظيم معاناه، يعني كارثه بكل المقاييس. مجازر، تطهير عرقي، اباده جماعيه، الحركات مدفوعه لاجل قاعده تتفرج. باعوا اهلهم دي عديل كده باعوا. يا اخي اهانه. شفع بتاع الميليشيا ديل بيمرقوا في المواطنين بتاع دارفور ديل بيمرقوا مرقبان يا اخي. امشي امشي وشال اللمس شيطان. في هنا اكثر من كده. لكن عشان قلت لك دافع الفاتوره بتاعت تعمل ده نفس الزول دافع الفاتوره بتاعت مرتزقات مني في ليبيا. عشان كده ما بقدروا يفتحوا خشم. ونفس الشيء حصل للوالده المقدور ده يتوقعوا يا مني. من جد ما عندهم عزيز. ها والشيء المرزي طلع عليك طلعوا على الحركات قالوا قال لي شكلوا لجنه مستقله. طيب على الحركات ما بتعرفوا عبد الرحمن جمعه ده؟ ده ما قائد ده لواء خلا قائد ماليشيا الجندويت في الجنينه. ما هو ظهر في الفيديو لحظه الاعتقال وصف الوالده. ده ما اكبر دليل الناس المشكلة منهم بيوثقوا جرائمهم بنفسهم. انا قبلهم لكن جديد ما لاقي انا. ويطلعوا لك احفاد مسيلمه. نحن والله مسيلمه ده يعني عرفناه عبر السير، قرأناه في السير يعني لقيناه في بطون الكتب. لكن سلالته دي ظهرت لنا بس في الأحداث دي. يوسف عزة الموهوم قال البرهان إذا حاول الخروج من الخرطوم إلا يغلي إذا من حميتي. قال عشان حميتي مسيطر على العاصمة كلها. طيب أنت ما تيجي الخرطوم يا ولد عزة. يا عزة يوسف تعال الخرطوم وقت أصلا أنت مش مسيطر، معناه مسيطر على الموانئ ومسيطر على المطأ. تعال انت شفت البرهان مرق وياسر العطا مرق وبمرق بصوره مستمره وشفت الكباشي حايم. جيب لنا حمديه دي ولو دقيقه بس نعرف ان الحمديه قاعده في الخرطوم. كيف سيطر هذا بالخشم؟ مسيطر وين انت؟ ما مرقوك من الغياده دي نهار نهار كنت جاري. ساقوك في الجبل ده لما قلت ما داير. في الكرره دي اقسم بالله العظيم حاجه ذات لا توصف. معسكراتك كلها دقوها شغاله منك. هسه قاعد في بطل المواطنين تصور لي في غرف البنات بتاعت المواطنين وتيجي تقول لي قال مسيطر؟ دي السلاله بتاعت مسيلمه زاده. شفتها عزة يوسف وعمران والمشاطه ربيعه وعندك احمد الضيز الفاره شفتها وجعفر الدك. دي سلاله مسيلمه. ولو عاد مسيلمه للحياه ذاته يتعجب. اقسم بالله يندهش ذاته من افعالهم دي وكذبهم منها. كذب الناس اللي بتنفذوا الكذب. وبعد في اغبياء بيصدقوهم. بعد في اغبياء بيصدقوهم. يا اخي الحادثه بتاعت اغتيال الوالد دي فضيحه يعني. نازل قالوا لا لا دير الفلول. يعني اللي هو ده بتاعكم الخلا ده بقى تابع للفلول. قبل فتره جايبينه في صفحتكم وبتشيلوه وقلتوا البطل في الميدان. قلتوا البطل في الميدان هل اللي بقى من الفلول؟ والله تتبلوا بس. يعني احنا والله ما دعاة حرب. لكن اقسم بالله انه نقبل ماليشيا عبر الحدود متعدد الجنسيات مرتزقه قبليه تحكمنا في السودان. ولم نقبل الجلوس معه ولا قرار الجلوس ده قرار البرهان وحيخرج عليه الجيش قبل الشعب. والله يخرج عليه الجيش قبل الشعب. قال لنا في طبال وقلنا احنا فقدنا ناس كنا بناكل وبنشرب معاهم. ناس وسنهم يتبتمت. كويس ناس اطرافهم انقطعت في الحرب دي. يجي البرهان السودان ده واقع عليه في ورثه. يعني يتفق مع الجندويت ده يسرقونا يختلف معاه ويقتلونا ونفس الحاصل ده كله. وين يا ما في يد البرهان ولا بيقدر. والله اقسم بالله العظيم السبب في اطاله الحرب دي. والله العظيم يا خايف خلاف البرهان ده كان الجندوي ده بيبقوا عبره. والله كان بيبقوا عبره وكان الشوارع دي كلها يعني اتزيرت باسماء الشهداء. معنى كده ما في نطول لنا البرهان ده. ما دلفت حرب الطوارئ. حصر التجوال يا اخي الضباط والعساكر بقول لك حصر التجوال ده بحمينا او بحمي القوات دي من الهجوم المباغت. استخبارات الجنيه ده تتحرك. ما قدر يحمي ما قدر يتخذ قرار. امنع الموادر ماذا وترى البرهان وشفتها بس ابد الحرب دي طلعت دي السبب الرئيسي فيها البرهان وكده بحفر لنفسه كده بحفر لنفسه. اصلا ما في زول يملك قرار ايقاف الحرب كلنا مع زوال الميليشيا دي.
لا بحاولوا يمهدوا الان وخطاباته ما في كلام زي ده. طلعته في بدايه الاحداث وقلت لا تفاوض وانه دي ماليشيا والقضاء على التمرد قلنا قدام. تجيب بقى اخوها ما في زول بقبلها. المجتمع الدولي تصفوه. ما عندك يا اثيوبيا تقرا لا دخلوا بيت زول ولا اغتصبوا ولا نهبوا مواطن. مشكلتهم كان مع ابي احمد راس براس. دقان طيران مسحوا من عدموا من نفاق النار. ليه المجتمع الدولي ما تدخل؟ تدي ذات راسك للمجتمع الدولي ليه؟ ده شان داخلي احسن وبعدين اسمع منكم. احسن وبعدين اسمع منكم. دي فرصتك. دي فرصة البرهان. يا اخي الماليشيا دي غار يا اخي حتى الحرس اللي بيمشوا على البرهان ده الليله ما فيهم زول حي. يعني الناس دي هدفهم الرئيسي كان اغتيال البرهان. الان متهاون معاهم ومتساهل معاهم. نحن وقفنا مع المؤسسه دي والله ما برهان. برهان عندنا معاه خلافات وعارفين انه السبب في تطور الماليشيا ده الماليشيا دي البشير كان عامل عليها كنترول قال برهان طلع لها الحبل بقت موازيه للجيش وكمان حاصرت الجيش. حاصرت الجيش عديل والبرهان قاعد وشايف وبيتجاهل التقارير الاستخباراتيه وبيقول لا يمكن محمد حمدان يعمل كده. هسه وصل البلد دي للحاله البرهان قاعد ده. لكن ان شاء الله القرار ما في يده. قرار قرار الشعب. ما دايرين ماليشيا، ما دايرين تشادي، لا دايرين نيجري، لا دايرين ماري، ولا دايرين زول يجي ارضنا ويستريح ارضنا يتبلى بس. اصلا ولا بنسمع لاي زول، ولا عندنا شغل باي زول. بيلي كده بس، جنجرين انتوا ما عندهم اي حاجه. اي زول يقول لك خلاف الكلام ده عارف انه زول مخزن كويس وزول منظراتي ولا تسمع لهم. يعني على الاقل في زول العالم ده كله شايف الحياه ناس بصوا جرايمهم. تيجي تقول لي لا الحرب دي حق الكيزان هم الكيزان هم الكيزان كان قايدين الحرب دي على القصر الجنجي ده ما كان اخذوا 7 ساعات اعلاميا كده كانت تعرف ان الحرب دي من الاعلام بس كان قايدينها الكيزان هو الكيزان معهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا ابراهيم شغل كتاب زي ما في لانه الجنجي ده شغالين ايلام والشعب السوداني بيتاثر بالايلام بصوره كبيره مره واحده. أبا بخصوص الأرباط البطلة من الخرطوم بمشوا بطلة أرباط الملكية المسروقة. يقول في الحتة دي الناس اللي بمشوا بأرباط ديل بقول ماشيين نجيبوا غنايم يعني بودوا ديل تاني أخوانهم تاني بيجوا راجعين بيشيلوا أرباط وبطلوا يعني الفادة تاني بحاول بيجي نجي يشيل الغنايم من الخرطوم. يعني هسي الفترة دي مفترض حكومة يعمل إنه أي زول ما يخش خرطوم. دي اول خطوه مفترض يعملوها كم ما دري اعمل هذا طوارئ برضه حاجه ناس كله بطلبوها لكن مفترض ما يخلوا زول يخش خرطوم نهايه لاي سبب من الاسباب ده مفترض يعملوا لكن ده ما بقى ده بيجي بوشيلوا ارباط مشوا تاني بيجي بيشيلوا اخوانهم بيجي بيشيلوا لانه بقول مش نشيلوا غنائم. اما بدو حركات دي لاخونا دي اي زول عارف انه حركات الدارفوريه دي هو كله مهمته واحد كل الزول بطفالهم واحد المناوي متي الغوات مني في ليبيا ما يقدر يجوا لأن غوات كانت تحرك هناك إمارات بدقوا ما يقدر يعمل أي شيء بدون إمارات وده ما در كلامك صحيح ما در ما اسمه ده ما در تحقيق والله يا زنون لأنه اللي واجبوا على سلمه والي لقاس كلهم شافوه يعني هو الوحيد مسؤول كان يسألوا يسألوا زول ده بس ما بزول يسألوه هم نكر انه قال شغل ده قال الاحداث قبلية بين مساليت وقبائل العربية. القبائل العربية دي شنو يقول مساليت وقبائل العربية هو جنجيد ودا مصري المخزن الله قال يا بيانات بيان شنو يطلعوا يا حركات دي انت سكت ساكت بس ما في اي بيان. السلام جبر تاني بيقول لي شربوا تاني السلام جبر حاجه ما في لانه وقتكم هنا حالكم بموت ونايمين انتوا هنا قاعدين